عليكم السلام شيخ العزيز، كيف حالك؟ طيب؟ يلا ماشي تساعديني يا الله، يلا 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 يا الله ساعديني يا رب يا الله يا رب يا الله ان شاء الله يجيني ولد اسمي مبارك ان شاء الله. يا شيخة بشريني ولد ولا بنت؟ ولد. لا والله لا والله دوش 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 وابخت الجان مبارك زباين نموني. أنا ما أعرف ليش هذه الحارة ما أخذ فكرة عن القصاب بأنه غشاش وحرامي. يعني قول لي تريد نعطيك أكثر من حقك ولا تريدني يعني أقطع نص من لحمي وأعطيك إياه؟ يا والله ولد الحلال شوي شوي لا تعصب كذاك الله هذاك ليش معصب؟ يا ولد الحلال أنتوا القصابين كلكم كذاك حاميين نعم حاميين كمسكاكينكم. ولد الحلال أنا كان قصدي إنه تكون كريم مع الفقارة اللي مثلي. قولي كم حالك؟ حالي بيستي ان شاء الله الحمد لله بيستي. واعطيني لحمي من فضلك. احسنت هم بيريج يقول لك بيريج امه طالعين جبيلات هندي كشفت الماما عن بيريج يبكي مبارك والله ما عليش حلفة ما عليش حلفة هذا الولد طالع مرة يشبهني مرة مقطعني على حصان نعم. ايش ايش نعم. تقول نعم. لا 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 طالع يشبهني انا هي. انا اللي حملت وتعبت وسهرت طالع يشبهني انا انزين يا مبارك ابوي احنا ما نختلف اقول النص يشبهش والنص ثاني حاله حقول ابو مبارك عندي طلب طلبي طلبي يا مبارك طلبي طلبي مش مجاب انت طلبي وانا علي تنفيذ الله يخليك يا رب نعم نعم اقول ان الله اكرمنا بعد هالسنين الطويله من الانتظار بمبارك ايش رايك نعمل ليله لوجه الله تعالى نطعم فيها الفقراء والمساكين ونقرا فيها القران والله هذا شعور زين يا مبارك ونفذه إن شاء الله وعلشان كذا يا أبو مبارك أبغي تشتري لي شاه وأنا عارفة إن هذا فوق طاقتك بس أرجوك علشان خاطري هذا أقل نذر نقدمه لوجه الله عز وجل نعم وإن شاء الله نفذه غشمة لنبيريت واحد عقب بكرة تروح تشتري الشاه وتذبحها وتوزع لحمها على الفقراء والمساكين وإن سألوك يا أبو مبارك قل هذه فرحة ولدي مبارك بعد صبره طويل الله أعطانا إياه
خير؟ في ايش تفكر يا ابو مبارك؟ ها؟ هي والله جالس افكر يا ابو مبارك. افكر تو احنا اذا ذبحنا هاي الذبيحه تروح لك يا وانت كما تعرفي الحاره هاي متبوسه فقراء. نخلي من ونعطي من هاي مشكله. وبعدين اذا بغينا نعزمهم بيتنا كما شايفه البيت صغير ما يوسعهم كلهم. هنا هاي مشكله عويصه هذه. كيف نسوي احنا؟ كيف نسوي احنا؟ صدقك والله لقيت الحل. ايش هو؟ اسمعني يا ابو مبارك، بكره تروح تشتري الشاه من تجار المواشي وتاخذ حيط القصاب، القصاب اللي موجود في السوق، وتقول لحال القصاب انه يذبحها ويوزع لحمها على الفقراء والمساكين. ترى القصاب عارف فقراء الحاره كلهم. ها ايش رايك؟ والله يا مبارك هذا شوق زين. نعم، وبكذاك نكفي انفسنا تعب العزيمه ومشاكلها. هنا ونوبة أنا أرتاح من الشغل والتنظيف، أتفرغ حال مبارك أراعي ولدي أقول مبارك بلد وما حيزة. لكن أنت بالعافية عليك وايد الشومه والبله بنتي واده بالاحساني عقب بنتي واده بالاحساني خالي اهل الديره والحيل ما تتخلص ما تتخلص. مو ذا اللحم اللي بقى منا؟ مو ذا اللحم؟ ما له مو في اللحم؟ مو في اللحم؟ نقيته ما ورقيت فيه قطعه زينه، كله عظم وشحم. من هين مشترنه؟ وابو سمانه بذي من هين قاعد من هين مشترنه؟ الله يهديش يا ام هلال. من هنا نوبه يشتروا اللحم من عند القصاب. انتم مو تعرفوا حد غير القصاب يبيع لحم؟ مو نوبه ما حد غير ذا القصاب وحيتنا هنا يبيع لحم. مو سوبه الحلال صار هذا اقرب واحد بالحاره يبيع لحم. صار محتاجين الله هداش محتاجين. نعم، وكل ما اكلمه في شيء ما ادري مستوي لي كما ابونا اتغند به. نعم ما يتقارب البر. زين ما يعطينا اياه ببلاش نشتري بغوازينه. سبحان الله انه طماع، خلق وولف، زوجته تصرخ من صوب وهو يصرخ من صوب، وكل واحد فيهم يقول انا اطمع من الثاني. وابوي حتى زوجته كمان؟ ايه ما تعرفها موزه بنت خميس؟ كي هذه وحده معروفه في الحاره بنهاذيه، ام البخل والطمع، قالتها حرمه تسمى حفيظه، استخرض منها كمين بنقري، حال عرس بنتها، مو قالت لها؟ قالت لها على كل بنقري تاخذه عليه نص قرش. أبوي الحرمة قالت له حفيظة يا موزة لو كان على كل بنقري قرش نص قرش كنت ما تلقيني توا أقصى حياتش. لكن مو تقول الحاجة سويدة وجه مسكينة. وبعدين ردتها؟ نعم ردتها ونازعتها نوبة. بعد وبعدين قالت بنت خالتها ما عارفة من اسمها نصرة وامن فرضتها كمين بنقري حال عرس بنتها. سبحان الله والله صح كما انت قلتي أول، خلق ولف عجب غاية الشومة والفلة فانتي وادع بي أبوي بخليك تغني وادع بي لحساني يا هل الديرة والحلة وجودكم دايم وجداني خالي وجودكم دايم وجداني. السلام عليكم. ها؟ ايه اللي بقى حسين؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا انت؟ ايه انا ماني. ايه اللي فلوس؟ ان شاء الله. دوت ناقصات هذا محصلته اليوم. خير ورزق يا حرمة، رزق من عند الله. هين الباقي؟ هين طلع هين الباقي. اي باقي؟ الباقي بو كديت به. وانت يعني ايش تحس بزوجك يشتغل؟ يعني تاجر من التجار ولا صايغ ذيب؟ والله اني عارفه قصاب، ودوم القصابين مرتاحين وبنعمه وميسورين، وحريمهم من الذهب متروسين، من اهله لهنا يرصوا من اهله لهنا يصفوا. شوي شوي على عمرك. انت يعني ما تعرفي طبيعه هذا الحاره؟
هذا لا يالله يالله في السنة يشتروا قطعة لحم، وأنا من الصباح أنا أقر ذي وأنا أزع ذي، أقادل ذي وأساوم ذي، وهذا أنا ما أشتري شيء، ما أشتري من أين أجيب أنا، من أين أجيب يا ربي؟ اسمعني أها ودقيني باكر ما جايب أكثر عن ذي، لا سمعت؟ إن شاء الله إن شاء الله. أها ودس عني بيسة واحدة من باكر، سمعت؟ زين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيء عندنا لحم عظم، شيء عندنا لحم دون عظم. تفضل. كيف بس حالك طيبين؟ الحمد لله. ايش صحتك؟ الحمد لله بخير وعافية. اقول لك نعم، خذ هذه. ايش هذا؟ هذه الشامة. تشوف انت بعينك صار. اخوي انت غلطان، انا ما اشتريهوش. اذا تبات بيع شاتك هناك اخر سوق هناك بيع. انت فهمتني غلط يا قصاب. اي ما جاي ابيع، جيتك متصدقا. ايش لا عز وجل؟ ايش تقصد؟ اقصد الله يسلمك ان احنا نذرنا اذا جانا ولد نتصدق لله. فاذا وجدنا مساكينه بعد صلاه طويله جابت لي ولد سميناه مبارك، وقلنا اذا جانا ولد نذر. نعم. وهذه شاه نذر، ابغاك توزعها للفقراء والمحتاجين الماله في هذا السوق. بارك الله فيك. وما تبقى فيها عظمه. ما شاء الله ما شاء الله. خلي كم تطلب؟ عنا وبعد عيب. ما اطلب شيء؟ ايه؟ انت هذه ناظرينها للفقراء والمساكين. اي نعم نعم. تبغى ناخذ فلوس على الفقراء؟ والله انك انك قصاب شهم انت. لا ونبيل الله يخليك. اسمح لي انا اروح اشتري شوي شوي. صل بقى وقت اي شوي. احسنت. يلا مع السلامه. بس هي الدنيا قصاب. نعم. لحمي هي تفكر حظ. ما تشتري انت؟ ما قلت لك قرش الاصلي. ما تشتري ما تشتري ما ما تباع اي حاجه. ها تسمعش من سكي؟ ده ما تصل ده. ها هب 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 ها مسكين عاد. نعم نعم. قصته؟ نعم نعم قصته. شوفيك يا سو مو تشوفين انه بقى سو ترى سنسكاكيني. بس بدك السنسكاكين للفجر ناس انه باكر الصبح عندك دكان ولازم تفتحه من وقت. تراني بروح، لكن قبل عن اروح لازم اذبح هذه الشاة اللي مربوطة ورا بيتنا. ده والشاة اللي برا البيت أتذبحها هنا في البيت؟ اي نعم، هذا شاة أبو مبارك وهو مساكين ناذرنها يذبحها حال فقار المساكين. عاد أنا قمت وتجملت وقلت بذبحها بلاش. حاجة بوراك نصير نعاينها ونشوفها؟ خلي خلي هيا هيا بسم الله. هذي واب أختي ذي الشاة ما قليلة عليها ذيك القيمة. قلت لك. لكن انت ليش توافق من غير قيمة؟ ليش؟ انت ما فهمت قصدي. ترى نحن بيناننا من الطيب نصيب. ما فهمت. ترى ابو مبارك قال انه بيذبح هذه الشاة ويوزعها الفقراء والمساكين، ونابا نحن من الفقراء والمساكين، وعاد انا في وادي من يد شكلاك طبخة زينة. بس هذا كل اللي عندك؟ وانتي عندي الشراي غيره؟ نعم عندي. ومن قال لك احنا محتاجين نوزع كل هذه الهدية اللي جات لين بيتنا؟ ايش قصدش؟ يعني نعم هذا اللي اقصده. اسمعني زين يا زوجي العزيز،
أبغاك الليلة تكسر كل سكاكينك وتبقي سكين واحدة وبس. تجنيت ولا إيش؟ بعقلش أنتي بعقلش؟ نعم وعقل عنك ولا تقاطعني. اسمعني زين، يوم بتكسر سكاكينك كلهن وتبقي سكين واحدة وبس، عسى بتذبح فيها الشاه والليلة. وبعدين؟ والصبح تاخذ لحم الشاه والسكاكين المكسورة إلى السوق وتبرز بهم في الدكان، هي وتنادي على الناس يجيوا عندك يشتروا لحم الشاه وبقيمة رخيصة. ويوم يسألوك ليش، قول لهم كذي الشام قارفة وسببت لك خسائر كثيرة وكسرت سكاكينك يوم حاولت انك تذبح بهبهم. زين وابو مبارك؟ ومن بيخبره باللي صار؟ ها؟ هو كل همه انه يفرق اللحم على الناس وانت بتسوي كذاك ولكن بقيمة قليلة. وانت تعتقدي ان الناس بيصدقوا هذا الكلام؟ كيف ما يصدقوا؟ يوم بيدخل اللحم في البطون بتعمل عيون. ولما تدخل الفلوس في جيوبنا ايش بنسوي نحن؟ بندعي لي ابو مبارك بالخير حالنا حال الفقرة المساكين. ابو هلال ايه الاخبار؟ الحمد لله. كيف الحال؟ الله يسلمك. الله يعافيك. على هين كذاك العزب؟ نبع على هين. وين على هين؟ هبط السوق اشتري شويه خضره ولحم حال البيت. تشتري لحم؟ عجب. اسمعني، يوم ساير تشتري لحم ذهب قروشك، لان هذا القصاب بيني وبينك ما يحب القروش الا اللي نصفن ولمعن. تسمع ذنوبه يخبرني عنه، كان اعرفه ابن الحلال اعرفه ما من يوم وامس الله هداك، من زمان انا عنده اعرفه. بعدين بس اتمنى ان شاء الله انه يرخص لنا، نحن ساكن فقاره. زين اقول ما دام ساير عند القصاب حالك نصيحه عاد واسمعها زين، اياني واياك تجيب له سالفه نقص لي رخص لي، هاي السالفه ما تمشي معاه، ترى والله انه يطردك من الدكان. وكان ما يفر ربك. نعم انت ما سمعت ولي الشايب ناصر مسوابه؟ سمعت هذا الحلال سمعت. انت تخبرني وبعدين انا حال ما اصير بعيد، كي قبل يومين الله هداك قام ينازعني وقمع عمه محمد كلها علي في السوق. نعم وطلع لي السكين وهددني. نعم قال اذا بسيطه انا بضربك بالسكين. ومو عاد السبب، سبب انه قلت له الله يخليك زود لي شطفه لحمه، قال لي انت ضيع وقتي وانت ضيع ما ادري موه وما الحلال، شليت عمري وطرت. نعم اجلس لحال مو طرت عنه. الله يعينك الله يعينك. بس امين امين الله يسمع منك. اقول يلا عقب العافيه رايح مع السلامه. الله مع السلامه. عقب انا اسير ولا اقف الطريق حد اقول له نعم سير. بسم الله الرحمن الرحيم. كم ربحت عن قيمة الشاه كم؟ أبوي فلوس فلوس واجد ما كنت أحلم فيها طول عمري. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان تعرف قيمة زوجتك وأفكارها. نعم. ونوب أنت في حياتك ما شفت أكلة مثل ذي. نعم جوعان جوعان، لو شفت ذيك الزحمة بس في المحل هتستغربي. بسم الله الرحمن الرحيم. لقينا واحد كما ابو مبارك نوزع نظرته على الاوادب. لكن احنا نوبه منه. نعم بيكون اغلى ناس، لكن اخاف ابو مبارك يعرف اني ما وزعت النظر. كيف ما وزعته؟ تراك انت وزعته على الفقراء والمساكين وبعته باقل قيمه. صح اي نعم. انزين القيمه هذه عن اقرتك يعني انك انت ذبحت الشاه ووزعته؟
سلام، أما أفكارك؟ نعم ماشي أحلى من لحم شات النذر. في هذه أنتوا عندكم حق، لكن أقول أنتوا ما حصلتوا نصيبكم من الشاه اللي ذبحناه في السوق اليوم؟ شاه؟ أي شاه؟ أي شاه؟ الشاه اللي أعطيناه القصاب هذا أبو الشنب وأمرنا بذبحه وسلخه ويفرق لحمها للفقراء والمحتاجين، ما حصلتوا أنتوا لحم منها؟ تو أنت سويت كذاك؟ والله ناوي تسوي كذاك؟ مالك يا رجال أنت كيف مالك ذاك؟ مو ما صدقني وأمو. اسمح لي يا أبو مبارك، ما قصدي، لكن صدقوني يا جماعة، هذا الشيء أنا مسوينه أمس، وهذه بمشورة أم مبارك طول الله عمرها وبنها. إي نعم. زين، ما معقول، وين راح اللحم؟ وش سوى فيه هذا القصاب؟ أخاف يكون اللحم اللي يبيعه اليوم القصاب هو لحم من شاتك يا أبو مبارك. إيش تقول يا إنسان؟ الشومة والفلة بنت وداع بالأحساني، يا هل الديرة والحلة وجودكم دايم وقداني عقب وجودكم دايم. أبو هلال، ها مو خير؟ مو خير جالس تتغنى والناس تركض على دكان القصاب؟ خير مو هناك، مو مستوي السهر القصاب إن شاء الله طاح فوق الدمام. لا يطيح فوق الدمام، هذا مثل السنور بسبعة أرواح. هذا يقول لك اللحم تو نص السعر بيعه. نص السعر؟ نعم. أنت مو جالس تقول؟ اسمعني بقى حمد، قول. يا إن القصاب ذا جن، هيه، ولا اللحم فيه شيء، هيه، ولا أنت؟ أنا عارفك أنت حمد وتضحك علي. مو هناك. وين تضحك علي؟ ما مصدقني؟ قوم سير قوم، خلا. تأكد شيء؟ أنت صحيح والله؟ صح نعم. وأبوي مو قال. خم صبر. حق باصة. أقرأ. أسير أركض بسرعة قبل أن يخلصوه. مرة. يلا. خلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، من انت؟ اي خدمه؟ ابو شنب، كيف نسيتني وامو؟ انا ابو مبارك اللي قلت لك الشاه وقلت لك السلخه وفرق لحمها للفقراء والمساكين. مالك ذاك انت تهيق وامو؟ ابو مبارك؟ هي ابو مبارك شاه؟ اي شاه هذه؟ الشاه اللي قابل لك يا ابو مبارك وقال لك اذبحها وزعها الفقار المساكين، ما تذكر؟ وانت مو خصك، مو دخلك، مو خصك في السالفه. يعني الحين انت تنكر السالفه هذه؟ وحال ما انكر، مو انا حرام واقع الشاشه. عجب كلام ابو مبارك، صحيح انه قابل لك الشاه؟ صحيح، خير ان شاء الله. الحمد لله انك اعترفت. شفتوا كيف؟ هذا ابو شنب قال الحقيقه الحين. ابو شنب، ما دام اعترفت اعطيها الجماعة حقهم في اللحم، خليهم ياكلوا، خليهم يعطوا اولادهم. ايش فيك انت؟ اي حقهم؟ اي فرق عليهم؟ اي لحم؟ انت تحسب الشاب وقايبنها فيها لحم؟ هذه هزيله هكيكه، هذه عظمها اكبر من لحمها وشحمها. حتى شوفوا كسرت السكاكيني، سكاكيني كله انكسرت. انا خسرت، هذا الشيء خسرت. ايش؟ نعم. هي لكن يا ابو شنب، اللحم وين اللحم؟ هين اللي باقي من اللحم؟ هينه؟ زين، كل واحد ياخذ حقه، هذا العظام خذوها، ونوبة انا ابغى حقي من الصلخ والذبح. اي حق هذا يا ابو شنب؟ بغينا نعطيك حقك؟ ما ابغى حقي، حقي انا هبه للفقراء والمساكين. واحد قلت؟ هي قلت؟ هذاك لو ما خسرت. وايش خسرت؟ خسرت واجد. نعم خسرت واجد، خسرت تعبي، خسرت جهدي، خسرت سكاكيني تكسرا. انا خسرت واجد، انا ابو خسرت، انا ما تعرفون تو، انا خسرت. بسك ابوي بسك، اخاف بعد تقول خسرت فلوسي. نعم. السلام عليكم، اذا سمحت اعطني من اللحم اللي كنت تبيعه امس من ذاك الرخيص. قرعك، من قال لك ابيع لحم رخيص انا امس؟ من قال لك؟ طيب قرعك. ابو شنب، وهذا على حقيقتك ها؟ شا جايبين لك اياه عشان تفرقها للفقراء والمحتاجين، تاكلها؟ ما عليك، انا قصرت لك شنبك. زين، ما قلت لي
مو ناوي تسوي بمحصول رطب هذه السنة؟ والله يا أخوي أنا اتفقت مع التاجر حمود بأنه يشتري مني كله وأسلم المحصول ويسلمني فلوسه كلها، هذا هو حرف طريقة بيعه. لكن تحذر عن يخونك وما يكون عند كلمته ويبيع الرطب ويضرب فلوسه. صحيح، ولا بتكون قصتي مثل قصة أبو مبارك ويسوي معي كما قصة ابن زين.